من المعلوم أن البيبغاوات لا تتكلم، إنما تقلد ما تحفظه، ولا يستطيع البيبغاء أن يتكلم إلا إذا سمع الكلمة كثيرا. لذا فإننا في هذا الفيديو نقوم بتكرار الكلمة حتى يحفظها البيبغاء، ويجب أن نقوم بذلك بعد فطام البيبغاء مباشرة. يحتاج البيبغاء إلى وقت طويل حتى يحفظ الكلمة، ويختلف ذلك باختلاف نوع البيبغاء، فبعض البيبغاوات عندها قدرة عالية على الحفظ، وبعضها يحتاج لوقت طويل. وكلما كان البيبغاء كبيرا في العمر كلما استطاع أن يحفظ بسرعة، فبعض البيبغاوات قد تأخذ 6 أشهر أو سنة كاملة حتى تتمكن من نطق الكلمة. وعلى المدرب أن يقوم بتشغيل هذا المسجل في الصباح وفي المساء، لأنه في فترة الصباح تنشط الطيور وتنشط البيبغاوات وتكون الذاكرة نشيطة، وكذلك في المساء. قم بتشغيل هذا المسجل باستمرار، وكرر الكلمة عند تقديمك للطعام والشراب، واصبر ولا تتعجل. وهذا المسجل لكل أنواع البيبغاوات المتكلمة فحسب، فبعض العصافير لا تتمكن وليس عندها القدرة من الكلام. فبداية من الدرة الهندية والكاسكو والأمازون وبابغاء مكاو وبابغاء الصنكنيور وبابغاء السنغالي، علما بأن بابغاء الكاسكو هو الأقوى والأقدر على الكلام مطلقا. فبعض البيبغاوات تحتاج إلى مجهود كبير، ولنبدأ مباشرة بتشغيل هذه الكلمة، وليكن أول كلمة هي كلمة السلام عليكم. يفضل أن تقول الكلمة سلام عليكم بدلا أن تقول السلام عليكم، لأن ذلك سيحتاج إلى مجهود أكبر. فكلما كانت الكلمة متقاربة لبعضها يكون حفظ الطائر لها أسهل، مثل كلمة بابا كوكو. لو قلنا كلمة السلام عليكم ستكون أصعب قليلا على بعض البيبغاوات، لكن عندما نقول سلام عليكم سلام عليكم ستكون أسهل، يحفظها الطائر بسرعة كما تسمعون. أما عن الأنثى فإن الأنثى تتكلم مثل الذكر، أما عن البيبغاء غير المدرب فإنه يصعب عليه أن يتكلم، فقد يتكلم لكنه يحتاج إلى معاناة شديدة. أما البيبغاء المدرب فإنه يتكلم بطلاقة، وذلك لأن البيبغاء إذا أحب صاحبه فإنه يقلده، فالتقليد معناه محبة، فأنت عندما تحب أحدا تقلده، فكذلك البيبغاء إذا تعلق بصاحبه فإنه سيقلده. البيبغاء الوحشي غير المدرب فإنه يخاف من الإنسان، لذا فإنه من الصعب أن يتكلم. فبداية يجب أن نقوم بتدريب هذا البيبغاء الوحشي حتى يألف رؤية الإنسان. الآن اترك هذا المسجل بجوار البيبغاء في الصباح وفي المساء حتى يحفظ البيبغاء الكلمة وحتى يتقنها، واصبر ولا تتعجل. سلام عليكم 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 سلام عليكم
سلام عليكم، 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 سلام عليكم.
سلام عليكو، 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 سلام عليكم.